مع الإصرار قدرت أحقق شيء من اللي أنا بديه. بلا شك الشعور أول تقديم نشرة أخبار هو كان شعور بالمسؤولية، شعور بأنه أنت العالم كلها راح تشوفك الآن، وأنت كمان بمكان برضو المكان اللي أنت موجود فيه إله اسمه إله طابعه إله هيبته إله حضوره، فبتطلب منك اليوم تستخدم كل المهارات المتوفرة فيك والموجودة فيك حتى أنك تطلع بأبهى صورة. أبرز التحديات اللي بتواجهني أكيد أثناء تقديم لنشرة الأخبار إنه تقنيات برايل بداية قراءتها صعبة، صعبة جداً، خصوصاً إنه أنت إيدك مش ماخذ على النص. يعني إذا مذيع الأخبار اللي عادي بده يقرأ نشرة الأخبار مرتين ثلاث حتى يتمكن، أنا بدي أقرأه 6 مرات.